محاورتنا لهذا اليوم هي population forecasting. forecasting يعني تنبؤ، population يعني السكاني. إذا التنبؤ السكاني بيش يفيدني هذا التنبؤ السكاني حقيقة بأي مشروع يخص الووتر سبلاي، سواء كان مشروع تأسيس شبكة لتوزيع المياه أو محطة تصفية، لازم أني أتنبأ بالزيادة بعدد السكان اللي يحدث عندي بعد فترة يعني سنوات من السنة اللي أني بيها. ليش؟ لأن حادثا أي مشروع إلى فد عمر افتراضي، يعني أسميه بالديزاين بيريود. يقصد بهذا العمر الافتراضي أنه خلال هذا العمر المفروض المشروع يعمل بكفاءة كاملة وبدون مشاكل، يبتدي من ينتهي الأعمال الإنشاء وإلى حد ما يخلص العمر الافتراضي لهذا المشروع. إذا خلال هذه الفترة، خلينا نقول مثلا ممكن 30 سنة ممكن 60 سنة، هي عادة أعمار المنشآت المدنية تتراوح بين هذه القيمتين، ما بين 30 إلى 60 سنة. فخلال هذه الفترة المفروض العمل أو المشروع اللي أنا صممته يعني يشتغل بكفاءة خلال هذه الفترة، أوكي؟ فإذا العمر التصميمي متغير وحسب الطلب، فمثلاً تصميم مضخة لمدة 5 سنوات، العمر التصميمي لوحدة التصفية مثلاً 15 عام. فالقصد هو أي مشروع، يعني بغض النظر عن سواء كان مشروع لووتر سبلاي أو لأي مشروع آخر، الكل مشروع أو الكل عمل منفذ إلى شنو؟ إلى عمر افتراضي. طبعا كل ما زاد العمر الافتراضي للمشروع المنفذ كل ما شنو زادت مقابله الكلفه، كيف انت المفروض هذه قلنا يكون بها جدوى اقتصاديه لاي مشروع مصمم. اوكي طيب، عند تصميم اي محطه تصفيه لابد من معرفه معدل النمو السكاني، يعني نحسب ايش قد راح يكون عدد السكان في نهاية العمر الافتراضي لهذه المحطة. مثلاً أنا قلت هاي المحطة ممكن تطول عندي 30 سنة، فأريد أعرف بعد هاي 30 سنة، خلال هاي 30 سنة إيش قد يزداد عندي النمو السكاني، لأن أنت تعرف هذه المحطة التصفية لها فت كاباسيتي معينة أنا أصمم على ماكسيمم كاباسيتي. أيضاً الشبكات، شبكات التوزيع تكون مصممة تحت ضغط معين إنه أنا حتى أمن وصول المي إلى نهاية الشبكة، أوكي، خاصة المناطق اللي واقعة بعيدة عن محطة التصفية. فالمهم هذه كلها طبعاً المعلومات لازم أنا أخذها بنظر الاعتبار عند التصميم. إذن العامل المهم بالتصميم هو التنبؤ السكاني. حقيقة محاضرتنا لهذا اليوم تحكي على هذا الموضوع اللي هو التنبؤ السكاني، وتطرقنا إلى عدة طرق للحساب التخمين السكاني. الطريقة الأولى طبعاً معرفة الاحتياجات المستقبلية يساعد على عمل تصميمات اقتصادية كفؤ تستطيع خدمة السكان خلال عمرها الافتراضي. هذا هو الهدف الحقيقي من التنبؤ السكاني، إنه أنا أتوقع إيش قد الاحتياجات المستقبلية، أوكي، وعلى أساسها أجي أحدد التصميم مالتي والسعة أيضا مالتي حتى شنو، حتى يشتغل المشروع عندي بكفاءة خلال هذا العمر الافتراضي. الطريقة الأولى هي الجرافيكال ميثود، أسميها الطريقة البيانية أو الطريقة التقليدية. طبعا هذا الطريقة تعتمد على البيانات اللي عندك مسبقا. مثلا هسه هنا بالكيرف عندك البيانات من سنة 1980 ولحد سنة 2020، هذا الكيرف البولت يعني الخط الغامق. فاني اريد اتنبأ ما بعد 2020 ايش قد يزداد عندي السكان. طبعا هذا الكيرف هو الواي اكسس هو البوبوليشن والاكس اكسس هو الييرز. فهذه الطريقة تقول هو على نفس النمط مال الكيرف بالبيانات اللي عندي، أنا أمشي على نفس النمط، نفس التريند، أوكي، بحيث أنه أتنبأ الزيادة السكانية اللي تحدث عندي بالسنوات الجاية بالاعتماد على البيانات السابقة، أوكي. فإذا مع توفر السجلات الإحصائية للسنوات السابقة، نفرض أن لدينا مثلا إحصائيات لغاية 2020 لمدينة ما،
بنلاحظ ان النقاط، طبعا النقاط ما تكون كلها واقع على نفس الكيرف وانما فوق جوه شويه. المهم يعني اني اسوي فيتنج يعني لهذه النقاط، يعني فيت كيرف، يعني افضل كيرف يمر باكبر عدد من النقاط. فاذا هذه العلاقه ممكن تكون خطيه ممكن تكون لا خطيه. المطلوب شنو؟ المطلوب حساب التوقع السكاني لغايه 2040. فاذا طريقه الحل هي شنو؟ قلنا نفس التريند، نفس الزياده للكيرف السابق، اوكي. وهذا طبعا طريقه تكون سريعه، هي مو بالضروره تكون دقيقه، لكن ممكن تنطيك فد انديكيشن جيد للتوقع السكاني المستقبلي. ليش مو كلش دقيقة؟ لأن هي أكو ظروف ممكن تطرأ، كأن يكون زيادة بالنمو السكاني نتيجة التقدم الصناعي الزراعي التجاري، أوكي. أو ممكن يكون بالعكس نقصان بالنمو السكاني نتيجة لظهور كوارث، نتيجة لوجود أوبئة، فيضانات، هجرة إلى الخارج. هاي كلها تعتبر طبعاً من مسببات انه قلة الريت اوف بوبوليشن، يعني ريت اوف انكريزنج بوبوليشن، اوكي. هذه كلها تعتمد طبعا على خبرة الشخص القائم بالدراسة، هل انه ياخذ هذا الشيء بنظر الاعتبار ام لا. فاذا هذه طريقة هي مثل ما نقول طريقة تقريبية، اوكي. اكو طرق طبعا غيرها تكون ادق. ايضا طريقة الكومباريشن كومباريزن ميثود او كيرف لينير ميثود، هذه الطريقة ايضا هي تندرج ضمن الطريقة الجرافيكال اللي هي البيانية. لكن شلون يعني اوجدها؟ مثلا هنا انا اعطيتك مثال مدينة اي، مطلوب تخمين عدد السكان عند العام 2030. يتم هذا طبعا بأخذ مدن أخرى مماثلة للمدينة أي لها نفس القاعدة الاقتصادية، النمو السكاني، نفس الأعداد والأنشطة، نفس المستوى المعاشي. فإذا كانت عندك هذه هي المدينة بي وهذه هي المدينة سي، أوكي. وهذا طبعا المدن أنا مو عشوائيا أختارها، وإنما إحنا مثل ما قلنا نفس القاعدة الاقتصادية، نفس النمو السكاني، و و و. وطبعا هذه المدن يكون يعني مجرى عليها دراسات حتى يتنبؤون إيش قد التوقع السكاني المستقبلي. فأعتمد أني على هذه البيانات بإيجاد المدينة أي اللي هي تشبه لهم تماماً. شلون أوجدها؟ بأنه أخذ الـ average بين هذول المدينتين، أوكي. إذن لما أخذ الـ average، هنا الـ average يمثل لك هو الخط المتقطع، أوكي. وهذه مدينة أي ومدينة سوري مدينة بي ومدينة سي هي شنو؟ هي نعطيك البوبوليشن مالتها مع السنوات، يعني شلون ده يتغير عندك البوبوليشن مع مرور السنوات. فاذا هذه هي الطريقتين اسميها الجرافيكال او البيانيه، واللي هي طرق مو كلش يعني دقيقه فمو كلش معتمده، اوكي. اكو طريقه اخرى اسمها طريقه النسبه الريشيو ميثود، تستخدم هذه الطريقه حقيقه في تحديد عدد السكان لمنطقه ما تقع ضمن مدينة أوسع، مثل منطقة الدورة ضمن مدينة بغداد. أنت عندك مدينة بغداد الكبيرة إلها البوبوليشن مالتها وإلها أيضا التوقع المستقبلي للزيادة بالنمو السكاني، هذا كلها معلومة عندك المدينة بغداد. لا تريد أنت مدينة داخل هاي مدينة بغداد، مثلا الدورة اللي هي داخل مدينة بغداد، يعني مدينة مصغرة داخل مدينة أوسع. تريد توجد لها إيش قد النمو السكاني، مثلا تريد تصمم لها محطة إسالة، محطة إسالة المدينة الدورة، أوكي. فأنت تعتمد على البيانات المستحصل من مدينة بغداد اللي هو تضم من ضمن المدن مالتها مدينة الدورة، أوكي. لكن يشترط أن شنو؟ أن يكون لهما نفس النمو السكاني. يعني أنت عندك البيانات القديمة مال الدورة، تجي وين؟ تجي تقارنها بالبيانات القديمة مال مدينة بغداد وتشوف هل أنه نفس النمو السكاني عندهم لو لا. إذا اختلفت فهاي الطريقة ما ممكن تأخذها بنظر الاعتبار، أوكي؟ يفترض أيضاً أن يكون عدد السكان المستقبلي يعني المخمن لمدينة بغداد معلوم سابقاً. تتم شلون؟ تتم العلاقة التالية: الPF على الPF prime يساوي PI على PI prime. الPF شنو يعني؟ يعني الـ future population for the area under study، هذا الPF اللي أنا أريد أستخرجه لمدينة الدورة. زين الـ PF prime شنو؟ الـ PF prime هو أيضا الـ future population لكن المدينة الأكبر اللي هي مدينة بغداد.
فإذا التخطيط أو عدد السكان المستقبلي لمدينة الدورة على عدد السكان المستقبلي لمدينة بغداد اللي هو معلوم عندك، شي يساوي لك؟ يساوي لك الـ PI على الـ PI prime، والـ PI هي حقيقة هي الـ population of the area under study at time I، يعني بالوقت الحالي ايش قد الـ population بالوقت الحالي لمدينة الدورة، وايش قد الـ population بالوقت الحالي لمدينة بغداد، فهي مجرد نسبة وتناسب. ممكن تنطيك مقدار الزيادة السكانية لمدينة الدورة المستقبلي طبعا. لهنا أنا واضح طلاب؟ واضح دكتورة، واضح واضح دكتورة. أوكي. علي حميد واضح عندك الشرح؟ علي حميد نعم دكتورة. واضح عندك الشرح؟ والله دكتور الصوت يقطع ما جاي. أوكي. طيب نجي على طريقة الأخرى واللي هي الـ Component Method. من اسمها Component Method يعني شنو؟ يعني طريقة المركبات. طريقة المركبات يعني شنو؟ طبعاً هذه الطريقة تعتبر أدق من الطرق المستخدمة في حساب التوقع السكاني. ليش؟ لأن تأخذ النظر لاعتبار العوامل المؤثرة على النمو السكاني. العوامل المؤثرة سرح نجيها فيما بعد. شلون العلاقة اللي أنا أعتمد عليها في حساب هذه الطريقة؟ هي PF يساوي لك PI في الـ ESRT. الـ PF قلنا هو شنو؟ هو Future Population يعني العدد أو التوقع السكاني المستقبلي. الـ PI هو العدد السكاني الحالي. أوكي. الـ ESRT هو شنو يمثل لك؟ يمثل لك الـ Population Growth يعني النمو السكاني. التعقيد طبعا يكمل بحساب هذا الجزء. أوكي. الـ E هو exponential، الـ T هو time، والـ R هو الـ population growth rate. شلون أحسب الـ R؟ الـ R أحسبه من هذه العلاقة التالية. الـ R يساوي لك B ناقصاً D زائداً I في E. وطبعاً لازم عندك بيانات كافية حتى تحسب منها قيمة الـ R. بيانات هذه شو تمثل لك؟ تمثل لك قيمة الـ B اللي هي birth rate معدل الولادات إشقد، دي هي الديث ريت معدل الوفيات شقد، الاي هي الايميجريشن الهجره الى داخل المنطقه يعني شقد يجون الناس للمنطقه، والاي هي الايميجريشن واللي هي الهجره من داخل المنطقه يعني الى الخارج. اوكي. يعني شقد ناس ده تطلع من المنطقه. هذه كلها لازم البيانات تكون متوفره، ولهذا يعني هذه الطريقه شويه معقده نوعا ما لكن دقيقه. معقدة بأنه شلون نحصل البيانات هذه. إذا كانت عندك هاي البيانات فهي أفضل الطرق في حساب معدل النمو السكاني المستقبلي. الطريقة الأخيرة واللي هي الأناليتيكال ميثود. أناليتيكال ميثود يعني الطريقة الرياضية الحسابية. أوكي. وطبعا بيها جزئين، بيها أرثيماتيك وبيها جيومتريك. الأرثيماتيك حقيقة هي الحسابي الحسابي، والجيومتركية الهندسي. شنو الفرق بين الاثنين؟ هسه راح نجي نعرف شنو الفرق بين الاثنين. الارثيماتيك ميثود هي الطريقة التي يتم افتراض ان التغير في عدد السكان مع الزمن هو مقدار ثابت، يعني مدى يصير عندك اشياء او حوادث ممكن تأثر لك تقلل من النمو السكاني، وايضا حوادث اخرى ممكن تزيد عندك النمو السكاني، يعني النمو السكاني عندك ثابت. شلون نترجم هذا العبارة؟ نقول بأنه الدي بي معدل التغير بالpopulation على الدي تايم بالنسبة للزمن يساوي لك شنو؟ يساوي لك كمية ثابتة اللي هي كي اي، أطلقنا عليها شنو؟ كي اي. كي اي شنو هو؟ هو الارثيماتيك انكريز ريت، إذا معدل الزيادة بتكون ثابتة مع الزمن. هسه أريد أني أبسطها بحيث إنه أستنتج منها معادلة أقدر أستخدمها بالحل. أنقل طبعاً طرف التايم بالطرف الآخر وطرف البي أبقي بهذا الطرف، راح يصير المعادلة عندك بهالشكل هذا. راح تكامل الطرفين، دخل التكامل على البي وتدخل التكامل على التي باعتبار إنه الكي أي هو ثابت. أوكي. تجري عملية التكامل البسيط جداً، لكن ما ننسى الحدود التكامل منين تكون. الدي بي أنت منين تريد
تستنبط أو تستنتج عدد السكان المستقبلي، تستنتجه بالاعتماد على الابتدائي، يعني آخر سنة عندك إيش قد كان عدد السكان، هذا نسميه شنو الابتدائي اللي هو الانيشال أو الحالي. خلينا نقول البي اف هو المستقبلي اللي أنا أريده، أوكي. التي آي هو التايم الحالي، يعني بالوقت اللي أخذت به تعداد السكان الحالي. التي اف هو المستقبلي التايم اللي أريد أني أتوقع إيش قد صار عدد السكان بهذا الزمن، أوكي. الكي اي قلنا عليه هو الارثمتك انكريز ريت، اللي هنا أنا عرفت لك إياه، أوكي. وهسه راح نجي نعرف شلون نحسبه. فمن تعوض حدود التكامل حيصير عندك بهذا الطرف دلتا بي، بهذا الطرف دلتا تي، تجي تعوض حدود التكامل. وأني اللي أريده أخذ شنو؟ أخذ البي اف، فأنقل البي اي بهذا الطرف، راح يصير عندك المعادلة بالشكل هذا. معادلة جدا بسيطة، وهي أيضا خطية، معادلة خطية بسيطة. هسه إذا كانت عندك بيانات لسنوات مثلا يطيق 2020، قبلها 2010، قبلها 2000، قبلها 1990، فالكل من هذه السنوات نعطيك شنو؟ نعطيك إلى البوبوليشن، تمام. فشلون تجي تحسب الكي اي؟ فالكي اي 1 حقيقة بين أول قيمتين تجد الفرق بين البوبوليشن مثلا بأول سنتين، أوكي، على الفرق بالتايم بين هذول السنتين. نفس الشيء بالنسبة للتو، ونفس الشيء بالنسبة للثري. بالنسبة للتو ثاني قيمتين، بالنسبة للثري ثالث قيمتين، أوكي. هسه راح طبعا يعني تتوضح عندك بالمثال. بعد ما حسبت الكي 1 والكي 2 والكي 3 راح تيجي تحسب شنو؟ الكي افرج. الكي افرج حقيقة هي مجموع هذولي الكيات الثلاثة اللي حسبتهم، أو مو بالضرورة تكون ثلاثة، ممكن أكثر، يعني على حسب عدد البيانات اللي عندك، أوكي؟ على عدد الثوابت، يعني إيش قد قيمة الكي؟ إذا كانت ثلاثة تقسم على ثلاثة، إذا كانت أربع قيم تقسم على أربعة، وهكذا، يعني ببساطة تطلع الأفرج. واضح طلاب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. واضح. نعم. على مركبات. شبيها. طريقة حسابية ما مركبة شوية ما فهمت الصراحة. أوكي. هذه طريقة المركبات، هي ببساطة مجرد قانون عندك. الـ P future population future يساوي لك الـ population الحالي في الـ ESRT. فالغاية انه اني احسب فقط الار، الار تمام، هذه الار اللي اني اريدها. الار شلون احسبها؟ هذه اكسبونينشال، مجرد ما تنوجد قيمة الار التايم هي اللي عندك، يعني انت بيا سنة تريدها، اوكي، يعني بيا سنة تريد تستنبط او تستنتج التعداد السكاني، اوكي. تبقى بس عندك قيمة الار. قيمة الار شلون تحسبها؟ تحسبها من هذه المعادلة اللي اعطيتك اياها، واللي تعتمد على قلت لك بيانات لازم عندك، حول معدل الولادات، معدل الوفيات، الهجرة إلى داخل المنطقة، والهجرة من المنطقة إلى الخارج. إذا كانت عندك هذه البيانات، لأنها طبعاً مو بسهولة تتوفر، يعني خاصة إحنا عندنا بالعراق، زين، من تتوفر عندك هذه البيانات ببساطة تقدر تحسب قيمة الآر من هذه المعادلة البسيطة جداً. مجرد ما حسبتها تجي وين تعوضها؟ تعوضها بالمعادلة الرئيسية مالتك هنا، وتجد قيمة الـ PF. تمام؟ تمام دكتورة، مشكور. عفوا. أحمد جمعة، واضح عندك؟ واضح أحمد؟ دكتورة واضح. أوكي. ومروة؟ نعم دكتورة واضح. واضح؟ أوكي. آية عماد، واضح؟ واضح أستاذة، واضح. تمام. زين، هسا نكمل. هذا طبعا كل ما يخص الارثمتك ميثود. نجي على الطريقه الاخرى، احنا قلنا هاي الاناليتيكال بيها ارثمتك حسابيه وبيها هندسيه. شنو الفرق بين الحسابيه والهندسيه؟ قلنا الحسابيه مجرد انه قلت افترضت بانه المعدل السكاني بالنسبه للزمن هو قيمه ثابته، وجيت بعدين كاملت هذا، عبرت عنه بتعبير رياضي وكاملته وحصلت على هذه المعادلة البسيطة.
اللي أقدر فقط إنه أحسب الكي أي منها أقدر أطبقها بعدين، لأن أنا لازم أخذ الكي أفرج، أوكي؟ أقدر أطبقها في حساب شنو؟ حساب البي فيوتشر، population future، أوكي؟ شنو فرقها عن الجيومتريك ميثود؟ لأن هم اثنيناتهم يندرجون ضمن الماثماتيكال أو الأناليتيكال ميثود، يعني الطريقة التحليلية أو الرياضية. فرقها بالافتراض، يعني بالفرضية. هذه الفرضية، هاي الطريقة تفترض أنه معدل الزيادة السكانية مع الزمن يعتمد على عدد السكان الحالي. معدل الزيادة السكانية المستقبلية يعتمد على شنو؟ يعتمد على عدد السكان الحالي. يعني معناها شنو؟ يعني معناها DP على DT، معدل التغير بالpopulation، هو يتناسب مع شنو؟ مع الpopulation نفسه، مو زيادة ثابتة، لا، يتناسب مع عدد السكان الحالي، تمام؟ فهذا هو الفرق بين هذه الطريقة الجيومتريك والأناليتيك أو الأرثمتيك، تمام؟ فإذن هذا التناسب طبعا راح أشيله، راح أقول يساوي، فراح أيضا أضيف ثابت التناسب، هنا أسميه الكي جي، نسبة إلى شنو؟ نسبة إلى جيومتريكال، فإذن كي جي هو ثابت الجيومتريكال، طريقة الجيومتريكال، والكي اي اللي أخذناها قبلها شنو هو؟ كي أرثمتيك، فرمزنا له كي اي، أوكي؟ طيب، هي طبعا كلش متشابهة، حتى سنشوف يعني بعدين المعادلة، فقط اختلاف هي باللين، اللين هاي نضاف لها لين، لأن هنا أنا عندي بي، هناك بس كان عندي كي اي، هنا أنا لا، نضاف تيرم آخر اللي هو البي، فلما أجي أكامل طبعا لازم أخلي البيات بطرف والتي بطرف آخر. هنا دي بي على بي راح يصير الطرف، وهنا دي تي اجيبه وبعدين اكامل، ونفس الشيء حدود التكامل بالنسبه للبي من البوبوليشن الحالي الى البوبوليشن المستقبلي، والتي ايضا من التي الحالي اللي اخذت به هذا التعداد السكاني الى التي المستقبلي اللي انا اريد ادياسنا استنتج او اتنبأ بالزياده السكاني او بالعدد السكاني، تمام؟ فإذن مجرد ما أجي هنا التكامل مالتها شنو؟ لما عندك المتغير بالمقام والمشتقة مالته بالبسط، التكامل مالته ايش راح يكون؟ حيكون لن المتغير نفسه، أوكي؟ فإذن لن البي أجي أحط حدود التكامل، وهنا أيضا تي حصير وأخلي حدود التكامل، وبعدين أعوض تنتج عندي هذه المعادلة اللي هي لن البي اف شي يساوي لك لين البي اي زائدا كي جي في دلتا تي، اوكي؟ دلتا تي اقصد بيها يعني تي اف ناقصا تي اي، اوكي؟ هاي المعادلة مثل ما تلاحظ هي تشبه نوعا ما المعادلة اللي هي معادلة الارثمتيك، لكن بدال الكي اي اكو شنو عندي؟ كي جي، لان هاي كي ارثمتيك، هناك كي جيومتريك، تمام؟ بس الفرق انه هذه بي اف و بي اي، هناك عندي لين البي اف ولين البي اي، بقى هنا عندك لين البي اف ولين البي اي، هي هو طبعا راح يحددك بالسؤال. يعني انا اعطيتكم هسه سؤال واحد، ان شاء الله يوم الاثنين القادم ننطي بعد اسئله حول هذا الموضوع. Given the following information about the population of city، يعني إذا أنت عندك هذه المعلومات حول السكان أو التعداد السكاني لمدينة ما، يريد تستنتج إيش قد مقدار population at 2030 using arithmetic and geometric growth، يعني نعطيك الطرق اللي تستخدمها بالحساب. فالبيانات اللي نعطيك يا حقيقة هي years من سنة 1990، بعدين 2000، بعدين 2010، بعدين 2020، أوكي؟ ومقابل كل سنة عندك مقدار البوبوليشن بهذه السنة شقد. طبعا هنا في 10 أس 3، لأن هو تعداد سكاني أكيد يطلع رقم كبير، أوكي؟ فبداية أنا راح أبدي أول مرة بشنو؟ أبدي بالأرثمتيك، أبدي بالأرثمتيك، تمام؟ فإذا الـ KA أحسب KA، الـ KA هي دلتا بي على دلتا تي، الدلتا بي عندك أول قيمتين 47 ناقصا 62، على الدلتا تي قد مقدار الزمن بين هذول القيمتين؟ هي 10 سنوات، فإذا أخلي 10، أوكي؟ ما أنسى أضرب في 10 أس 3، لأن عندك البوبوليشن مضروب في 10 أس 3، تمام؟
تطلع عندك ال KA1. نفس الشيء بالنسبة ل KA2 راح أخذ بين القيمة الثانية والثالثة. فإذا 85 ناقص 74 على 10. ما أنسى أضرب في 10^3 قيمة ال population لأنها مضروب عندك في 10^3. تطلع عندك KA2. KA3 نفس الفكرة. آخر قيمتين اللي هي 185. تمام؟ تطلع عندك KA3. هسه راح نأخذ ال average بيناتهم. الافرج كي اي هو سميشن الكي على الان. الان هو عدد الكيات عندك. ايش كان كي هنا؟ 3. فاذا جمعت هذولي قسمتهم على 3 طلعت الافرج. بعدها راح اجي اطبق القانون مالتي اللي يقول لي البوبوليشن بال 2030 اللي انا اريده للفيوتشر هنا شي يساوي لك البوبوليشن بال 2020. قلت لي ليش ناخذ 2020؟ ممكن نعطينا من 1000 سنه 1990 حد 2020. اقول لك انت تاخذ اخر سنه. آخر سنة إيش قد كان عندك بيها التعداد السكاني؟ هي هذه تستخدمها بالمعادلة. أوكي؟ فإذا أخذت 100,000 ليش؟ لأن سنة 2020 وهنا نعطيني إياه بالبيانات قيمته 100 × 10^3 بين 100,000. أوكي؟ فجيت عوضت هنا الـ KA أني آخذ الأفرج اللي حسبته جيت عوضته. الدلتا تي شلون أحسبها؟ ما بين 2020 إلى 2030 إيش كم سنة؟ 10 سنوات. طلعت شنو؟ طلعت الـ P بالـ 2030 إيش قد ممكن يكون؟ هسه نجي على Geometric Method اللي هي معادلة اللين. نفس الفكرة أيضاً لما أحسب الـ KJ1 والـ KJ2 والـ KJ3 هم أخذ الفرق ما بين شنو؟ الأول قيمتين اللي هي 47 و 62 من البيانات هذه. سوري 74 و 62 لكن شنو؟ لكن أدخل لها اللين مالتها ما أنسى اللين. تمام؟ فإذا على 10 لأن الفرق بيناتهم 10 سنوات تطلع عندك KJ1 نفس الشيء KJ2 بين ثاني قيمة وثالث قيمة تطلع عندك وKJ3 بين ثالث ورابع قيمة. الآن راح أجي أحسب الأفرج. تمام؟ أحسب الأفرج وبالأخير أجي أطبق المعادلة مالت اللين واللي هو اللين الـ population بالـ 2030 يساوي لك اللين بالـ 2020 واللي هو كان قلنا 100,000 فنفسه استخدمه زائداً الـ KJ. الـ KJ اللي أنا طلعت الـ average في العشرة ما بين 2020 إلى 2030 هي 10 سنوات تطلع عندك. طبعاً هنا أنت راعي اللين يعني هنا اللين الـ 100,000 ممكن تطلع لك بسهولة لكن المجهول عندك موجود داخل اللين فشلون تجد البي بعدين شلون تطلع ترفع الطرفين للإكسبونيشال حتى تتخلص من اللين تبقى عندك فقط بي هذا الطرف أيضا يطلع لك كرقم فأيضا ترفع للإكسبونيشال إكسبونيشال يعني هذا العدد تمام يطلع لك رقم بعدين راح تطلع قيمة البي واضح طلاب شلون تبسط المعادلة هسه لو نجي نقارن بين الجيومتريك والارثمتيك شو اسمه الجيومتريك طلعت لك 117 تقريبا 117,000 بينما الارثمتيك طلعت لك 112 فرق بسيط يعني لكن طبعا الارثمتيك تكون معادله خطيه هاي هي الارثمتيك معادله خطيه بس بينما بالطريقه الثانيه هي شلون تكون معادله غير خطيه لان بيها لين اوكي معادلة غير خطية ولهذا طرأت هنا زيادة على عدد السكان المستقبلي. أوكي؟ لهنا طلاب قصة المحاضرة. من عنده سؤال؟ من عنده شيء مفاهمة؟ نرجع نعيده. بس دكتورة شو انبسطت اللي؟